معكم مستمعاتنا كنتواصلوا خلال ساعة ثانية من حديث مغزل مع دكتورة سناء العناني كيف كل يوم خميس. دكتورة سناء اللي كترافقنا لتعديل وعلاج مجموعة من السلوكات الغذائية وبالخصوص الغاية ديالنا هو أنه نضبطوا جميع واحد العادات غذائية سالمة مع نفوسنا وداخل الأسر ديالنا. اليوم غادي نتكلموا معك لسناء على البوليمي أو البوليميا واللي هي كتبين واحد انعدام توازن من خلال واحد سلوك غذائي. هناك الكثير الكثير من السيدات اللي غيلقاو انفسهم في هذا الموضوع اللي اليوم كنتكلموا عليه هو العادة ديال الأكل بدون شهية وبدون جوع والأكل المفرط ومن بعد كتكون أيضا واحد العادة واحدة أخرى. فمرة أخرى صباحك سعيد وكنجدد اللقاء بك دائما بفرحة وإفادة كبيرة. اليوم دخلت بالفوضى أنا شفتك شفتي الطريبيش والبليغة وحنا يا طبعا اليوم لديك الحلوة بغيت نحيي الأخت حنان كيسي اللي كتبت لي شكرا لكم بزاف على الحلوة لعيد الميلاد على تقديمها لأنها جات في وقتها السبت عندها عيد ميلاد بنتها. وأنا كنقول لك يا حنان عيد ميلاد سعيد لنورهان العربي بنتك اللي غادي إن شاء الله تكمل 4 سنين وهذه واحد تحية خاصة لك وليها. أم ونورهان بخير والله يحفظها لماماها يا رب ويحفظ لكم جميع وليداتكم إذا كان عندكم تنتم عيد ميلاد اليوم غدا الجمعة أو السبت أو الحد نهار الاثنين السيمانة جديدة ونعود نبارك لكم عيد ميلاد. اليوم موضوعنا كنتكلموا على الأكل المفرط اللي كيتجاوز الإحساس بالجوع اللي كيتجاوز شهية مفتوحة. ملي كنتكلموا أول شيء على البوليميا أو البوليمي شنو هي، واش هي مرض، واش هي اضطراب في سلوك الغذائي، شنو هي بالضبط دكتورة سناء العناني؟ بالفعل اضطراب سلوك غذائي اللي فيه أنواع كاين يا إما الناس اللي تيكون عندهم الأكل المفرط اللي كنسميوها ليبرفاجي وهناك فرق ما بينها وما بين البوليميا. غالبا الناس اللي عندهم البوليميا تيكونوا الوزن ديالهم طبيعي ولا كاع ناقص. علاش؟ لأنهم تيكونوا تاكلوا بزاف، هذا أمر واقع، ولكني بحال كيجيهم تأنيب الضمير بحال ما تيكونوش راضيين على نفوسهم وكيقوموا بأي شيء كيمكن لهم يتخلصوا به من ذاك الأكل اللي كلاوه في ذاك اللحظة. يا إما غادي يقوموا بعملية تقيؤ يا إما غياخذوا أدوية اللي كتدير لهم إسهال حيت مع بالهم، وهنا كنشوفوا خطورة الأمر أن مع بالهم خصهم يتخلصوا من ذاك الشيء اللي كلاوه بأي طريقة ممكنة. ما كيقاوموش دوك لي بولسون داك النزعة اللي كتخليهم يمشيو ياخذوا داك الأكل بديك الطريقة وبديك الشهية المفرطة، ولكني كيحاولوا يتغلبوا على الأمر بطريقتهم اللي هي أنا قلت لك يا إما تقيؤ يا إما أدوية ديال الإسهال. هذا مرض نفسي أكيد اللي خصنا نردو البال. أي واحد كان في الجوار ديالنا وكيبان لينا نحاولوا نساعدوه نمدوا له يد المساعدة، لأن غالبا مساكن ما تيكونش عندهم تلوعي بالمرض اللي هما فيه، تيكونوا دون لو ديني ما تيعترفوش حتى لنفسهم بانهم راه مصابين بهذا المرض اللي هو البوليميا. شنو كيترتب على هذا المرض؟ حنا تنعرفوا بان المعده كتفرز واحد الحامض اللي سميتو الاش سي ال. هذاك الحامض تماما التركيبه ديالو هو التركيبه ديال الماء القاطع. نعم. انا باش نبسط الامور، عندنا فم المعدة أو التوب ديال المعدة مهيئ لذاك الحامض كيستقبله لأنه هو اللي كيساعده باش كيهرس الأطعمة، ما عندوش إشكال التوب ديال المعدة مستعد. أما فم المعدة تخيلوا معايا بأن التوب دياله تماما هو التوب ديال الجلد ديالنا. نعم. سان إبيتاليوم مالبيغيان نون كيراتينيزي، المهم دابا أنا قلت لكم سمية ديالو ولكن هذا الفرق بينه بين لابو انا واسدان بيتيليوم مالبيغيان كيراتينيز، هذا هو الفرق. هذه الكلمه ديال كيراتينيز ولا نو على اين؟ تخيلوا معايا شديتي المقاطع وخويتيه على الجلد ديالك، اش بغى يوقع فيه؟
غادي تحرق غادي تستقب غادي تستقب فعلا تماما. هادشي اللي كيوقع للوزوفاج الفم المعده اليوم وغدا واليوم وغدا كنمشيو للالتهاب لان الكميات ديالو ضئيله ماشي بحال المقاطع هكا كبيناه ولكن النتيجه واحده كنوليو في اوزوفاجيت يعني التهاب ديال الفم المعده ستاد واحد ستاد جوج ستاد ثلاثة ستاد أربعة اللي هو كيؤدي الى مرض سرطاني بالتاكيد. نعم كيؤدي لنا الى كيحفر لينا السنان ديالنا حفر السنان دي زيغوزيون دونتيغ هكا السنينات كيبداو كيتقبوا لان داك الحامض صعيب عليهم وتيتقبهم. فتنظن بانه ولو كاع نكونوا في سمنه فالضرر اقل من هاد الضرر اللي حنا كنأديو اللي غيأدي بنا الى مرض سرطاني اكيد. شنو هي الاعراض اللي خص الانسان يرد لها البال يا مع نفسه يا في الاسره والمحيط ديالو؟ يعني شنو هي السلوكات العلامات او الاشارات اللي خصنا مثلا نقولوا راه يمكن كاين اضطراب في السلوك الغذائي؟ جالسين مع واحد الشخص كيبان لينا بانه تياكل اكثر من القياس ولكن زعما وكنتفاجئوا ان الوزن ديالو ما تابعش داك الاكل اللي شفناه كياكل ما كتبانش عليه ما بيناش عليه وكينوض حيت هما تيبغيو يديروها مباشره ورا الاكل قبل كيقولوا قبل ما الاكل يدوز نعم. ل- 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 من المائده وهذا خصنا نتخلص منه. اذا الا بان داك السلوك كيتعاود هو جالس مع انا هذا الشخص ومباشره ورا الاكل غادي يمشي للحمام خصني نطرح على نفسي سؤال واش هذا السيد او هذه السيده ما عندوش مشكل ولو انه المفروض من بعد الاكل الانسان كيمشي للحمام يغسل يديه يغسل فمه لا الطريقه غادي تبان للناس تنظن بانه اللي في الجوار ديالو كاين شخص مراد مصاب بهذا الاضطراب غادي يفهمني شنو تنقول الان. الى عندكم سؤال او شهاده او تجربه بغيتوا تقاسموها معنا مرحبا باسئلتكم على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. طيب دكتوره سناء العناني السيدات اللي كيلهي وقتهم بالاكل واش هذا نوع من البوليميا؟ سي ليبيرفاجي ماشي البوليميا. يعني كتقول لك السيده الملل انا ما عندي ما يدار ويلاه تغديت مزيان ولكن العشيه طويله غادي تنوض غادي تاكل شي حاجه عاوتاني غتقي شويه غتنوض تنقب شي حاجه عاوتاني غملي غتحط الكوطي يمكن راه غتجلس تاكل وداك الشيء وتتلقى راسها مازال عندها الشهيه باش تجلس عاوتاني تاكل وجبه ديال العشاء. علاش؟ لان شنو تيوقع هاد السيده هي في الحقيقة كتبحث على ذاتها ولا كتبحث على الحنان اللي ما لاقياهش. إذا نفسيا شنو كيبين هادشي شنو كيعكس لينا؟ كيبين لينا بأن واش فراغ عاطفي؟ فراغ عاطفي بكل تأكيد. واش قلت لك أنا كتقلب على ذاك الحنان اللي ما لاقياهش في المحيط ديالها كتمشي تقلب عليه في الأكل. أنا عندي واحد الفكرة اللي شخصية زعما ماشي قريتها ولا هذا شخصية تنقول بأنه طفل مين تيكون صغير مين تيكون مضيوم كيبكي باش كنحضروه بالماكلة كنعطيوه بالحلاوة فانيدة ولا شكلاطة ولا بشكيطو ولا شي حاجة حلوة اللي غادي نسكتوه بها. هذاك الطفل مين تيكبر ما تيبقاش يلقى داك شي واحد اللي غادي يشري ليه ديك الحلوة ولا داك الشكلاط كيولي كيديرها لراسو. نهار كيكون مضيوم كيقلب على داك النظره الحنينه اللي كان كيلقاها في داك الشخص البالغ اللي كان كيشري ليه داك الحلوه وهذا تيمشي تيديرها لراسو لان ما كاينش مازال اللي غيعاود يديرها ليه. فلذلك يمكن نرجعوا للسلوك ديالنا مع الاطفال ومنين لقاوهم مضيومين ولا مكدرين او تيبكيو فعاود ما نسكتو بحلوه اللي هي في الحقيقه راه والو علاش غنسكتو بحلوه. نحاول نفهم شنو عنده شنو اللي دارو شنو اللي مألمو نتحاور معاه نحاول نفكلو مشكلته أو نفسرها ليه تنظن بالحوار كان أحسن. وهاد العادة هذه اللي كتكلمي عليها دكتورة سناء يعني إحنا يعني كنلاحظوا في الأسر المغربية حتى مثلا الأب والأم غادي يخرجوا في نهاية الأسبوع غيخرجوا الدراري العطلة نهاية الأسبوع غادي نتنزهوا غادي يمشيوا نتمشاو شوية
ولكن دائما كتلقى داك الطفل كيترقب كيعاين فوقاش ديك باباه ولا ماماه اش غيشري ليه، غيشري ليه بشكيطو، غيشري ليه اون كلاص، غيشري ليه الشكلاط، غيمشي ويجلسو، غيمشي ياخد شي كاطو في لاباتيسري. يعني كتولي واش هاد العادات اليوم كتقدر تولي ايضا من الاسباب ديال تطور مثل هذا السلوك معلوم الغذائي؟ معلوم، لانه ديما كيبقى بان هذه الحلوه ولا هذا كتفكرني في واحد اللحظه مريحه في حياتي. اذا منين تلقى راسي مكدره كنمشي نخلق ديك اللحظه المريحه في حياتي ولو غير بحلوه. احنا غادي طبعا نشوفوا شنو هي اسئلتكم للدكتوره سناء العناني مباشره على رقمنا 0522 77 24 24 مباشره من بعد الفاصل. منوره الاذاعه ومنوره الفيسبوك ومنوره كل شيء. شكرا شكرا من عويناتك الغزلان، تبارك الله. بارك الله فيك لاله، وشكرا عليك وشكرا على كل شيء اللي كديري على قبلنا. الله يبارك فيك. وكنشكر حتى الدكتوره سناء اللي معك. الله يسلمك. الله يخليك. عندي هذا المشكل اللي طرحته دابا، انا ملي كنوض الصباح كنفطر مع الوليدات مع 8 ونعود مع 10 ونتغدى مع 12 يعني، ولا جلست قبل التلفزيون في لابخيميدي خاصني ضروري ناكل شي حاجه. وقت البوت باش كيخرجوا عاوتاني الوليدات من المدرسه كندوز لاباتيسري، عاوتاني كناخذ الخبز ولي تي با ولي غاتو، ونبقى نطيب العشاء عاود ونلقم ونتعشى عاود. وش غنقول لك، وبالليل عاوتاني حيت كنبقى سهرانه ضروري شي حاجه. يعني ما عرفتش انا واش هاد المشكل اللي طرحته هو هذا ولا المهم كيما قال لي السيد دوم عيد، قال لي واش باين عليك ولا ما باينش لك، قلت له باين عليا. باين عليك خيرك. باين عليك خيرك. الحمد لله. تنشكرك بزاف ابو شرع على الاتصال، لانه شتي هذه الحاله اللي كتحكي لنا كوني متاكده انه الكثير من السيدات دابا راه كيضحكوا وهما كيتصنتوا لنا وكيضحكوا، علاش؟ لانه راه بحال كتهضري عليهم. والسؤال مهم دكتوره سناء، واش بشرى واي سيده بحال بشرى كتلهي وقتها بالاكل هي نوع من البوليميا؟ لا، هي ليبيرفاجي كيف تكلمت عليها، باش نفرقوا ما بين ليبيرفاجي وبوليميا. وحال ليبيرفاجي قل ضرر من الحال ديال البوليميا، لانه كيف قلت لك بوليميا كيوقع بحال اضطراب سلوك نفسي اكثر من هو سلوك غذائي. بالنسبه لليبيرفاجي كيبقى اضطراب السلوك الغذائي فقط. ليبيرفاجي كيفاش غنقولوها بالعربيه ولا بالدارجه؟ الافراط في الاكل. الافراط في الاكل. الافراط في الاكل. وهنا انعدام النظام في الوجبات ديال الغذاء. يعني خصني نطرح على نفسي سؤال، من بغينا ناكل شي حاجه هذه شنو سميتها هاد الوجبه؟ نعطيها اسم. الا ما عندهاش اسم ما خصهاش تخاد، حيت كاينه وجبه ديال الفطور، كاينه وجبه ديال الغداء، كاينه وجبه ديال العشيه، وكاينه وجبه ديال العشاء. الا غادي تشهيت ناخذ شي حاجه غنسميها شنو هذا؟ اش من وجبه في هادو؟ ما فيها حتى شي اسم من هاد الاسماء ندير منها بناقص كان احسن. خصني نولف ان فمي تيتحل على 3-4 سوايع الا بغيت نشرب الماء. اما من غير السوائل، والسوائل اللي ماشي غازيه وما ما فيهاش السكر هي اللي يمكن لها تخاد ما بين الوجبات. من غير هذا الشيء نحرم على نفسي اي ماكله اللي كتنضخ. بشرى معنا على الخط، شنو تقولي لها؟ اذا الخط ولا لا، شحال اليوم الوزن ديالك بشرى؟ عندي على لا 92 كيلو. واش الشخص اللي كتكون باينه فيه او عليه زياده في الوزن معنيته انه ماشي بوليميك؟ لا، بوليمي معنيتها غالبا الوزن كيكون يا اما طبيعي يا اما ناقص. هذه هي لا بوليمي. اذا يعني حنا اليوم كنطمئنوك انه هاد القضيه او هاد السلوك راه ماشي بوليميا، ولكن اكيد دكتوره سناء راه بغات تقول لك شي حاجه. حيت هنا حنا عندنا سمنه، هاد ليبيرفاجي اللي انت معرضه لها بشرى ادات بك الى السمنه. السمنه اول حاجه كتقلقنا هي المظهر، ما غنلبسوش حوايجنا كيف بغينا، ما غيكونش الشكل ديالنا راضينا، يعني ما كرهناش نكونوا في شكل اخر، هذه حاله. اما ما هو اعظم ان هاد السمنه كيقدروا ترتب عليها امراض عديده، القلب والشرايين، امراض الضغط، السكري، المفاصل. هاد فيما تمشي عند شي واحد طبيب من هاد الاختصاص اول حاجه غادي يقول لك، غيقول لك خصك لا تنقصي الوزن، هو الاول.
واخا يعطيك الدواء ولا بد غيقول لك لا باش الحاله ديالك تحسن ضروري ما تنقصي الوزن. اذا بالنسبه لك الحمد لله باقي حنا ما بديناش هاد الامراض، الوقايه خير من العلاج، ما نتسناوش حتى يوقع المشكل عاد غادي نقولوا عاد غنفيقوا نقولوا شنو 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 درنا. ولا بد خصك ديري تحاليل، ولا بد خصك تشوفي مستوى ديال الكوليسترول فين واصل، ولا بد تشوفي لي تريغليسيريد لانك تاكلي الحلاوه وهذه الشحمه كتكون في الذات ناتجه على الحلاوه تشوفيها فين واصله. والسكري ديري التحليله ديالو، ماشي غير السكر بلا بلا فطور او لا ديك التحليله اللي كنديروا في, في في الاسبوع ما غاديش تعطينا التاكيد. ولا بد خصنا الخزان، ولا بد خصنا السكر ديال ساعتين ورا الماكله. نحيدوا بعدا هذا الشيء، نتاكدوا بان الحمد لله ذاتنا ما تقاصتش، ونبداو نحاربوا هذه العادات السيئه، لان كل شيء نقدروا نعودوا نفسنا عليه. بغينا نعودوا نفسنا على عادات سيئه غادي نعودوها، بغينا نتعودوا عادات سليمه زعما بشويه د العزيمه. غير استمعي لينا كل اسبوع، راه اليوم وغدا الانسان تيقدر يغير بزاف الحوايج في حياته. اذا الى عندكم اضطراب السلوك الغذائي كتحسوا بانه نتوما او شي حد كتعرفوه كياكل وكيخصو يعاود يرجع داك الماكله اللي كلا، هذه هي لا بوليمي. يا ريت نتواصلوا معكم وتواصلوا معنا بشهاداتكم وتجاربكم بالصوت الحي مباشره على رقمنا 0522 77 24 24. احنا مواصلين في حديث ومغزل في العادات الغذائيه دائما من خلال اسئلتكم مستمعاتنا. معنا ليلى من اسفي، وعندنا كذلك حسنة من دار بيضاء اللي غادي نشوفوا شنو هما الأسئلة ديالهم. حسنة أهلا مرحبا بك على راديو أصوات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف. مرحبا حسنة، ويا ريت إلا دايرة الكيت حيدي الكيت وهضري معي بالتليفون باش نسمعوك بشكل واضح. ميرسي حسنة مرحبا بك. بحيث شو دابا كنهضر حيت انا في الخدمه داك الشيء. انا عارف فهمت فراك في غتكوني في الخدمه، ولكن حنا باش نسمعوك بشكل واضح. مرحبا شنو سؤالك؟ سؤالي انا عندي سمنه، ولكن السمنه ديالي كناكل بزاف، كاين واحد الفترات كناكل بزاف وكان غلط. انا ما كلتش بعدا ما كضيعش كناكل بزاف، وبعد فترات كنصمم ندير ريجيم. كاين الوقيته اللي كندير ريجيم كنضعف، ولكن فين كنضعف؟ كنضعف لتحت وفي الوجه ديالي، عندي بحال قلتي انا غليظه من الفوق وضعيفه من التحت. باختصار صافي كنصمم على انني ندير ريجيم وكنضعف وداك الشيء، ولكن كيبان لي الوجه والول الطاس والتحت ديالي، وعاد من بعد كنبدا نضعف من الفوق بشويه بشويه. دابا بغيت زعما باش نقول لك شي حاجه اللي تخليني ريجيم اللي نشدو مزيان، نشد ريجيم ديالي مزيان ما نفرطش فيه. والحمد لله انا كتكون عندي ديك الاراده مزيان انني ندير الريجيم. انا بغيت نسولك احسن قبل ما نجاوبك مع الدكتوره سناء العناني، بغيت نعرف انت ملي كتجيك ديك الفترات وكتولي كتاكلي بنهم، يعني كتشوفي راسك كتاكلي اكثر من القياس، علاش كتاكلي بهذاك الشكل؟ عارفه علاش؟ انا دابا خدمتي كنخدم جالسه دائما. كنتغدى بحال دابا كنفطر مع ديك 9:30، نتغدى مع 12:00، يعني ما بين هذيك الوقيته وهذيك الوقيته تجيني ديك الصحفه وعارفه مع الخدمه جالسه ما تنوضش. كنوض الى نوض مره الصباح ما بين 8:00 و12:30، ومرة في العشية ما بين 2:00 حتى 7:00. يعني ما عندناش ديك السيرجي بزاف، لأن خدمتنا جالسة. عندنا هذيك الوقيتة كتكون في ديك السخفة. ولكن من غير السخفة واش كتاكلي مثلا أكثر من القياس حيت كتعصبي؟ واش كتاكلي ملي كتكوني فرحانة؟ واش شنو بالضبط؟ شنو الحالة النفسية؟ لا انا الا تعصبت ما كناكلش. ما كتاكلش، كتمشي للشهيه. ما كناكلش نهائيا، مي كنحس براسي واخا هكاك كنضعف شي شويه ماشي بزاف. واخا دكتوره سناء العناني، السؤال واضح، اذا هنايا ما غاديش نهضروا على حاله بوليميا. لا هنا غنتكلموا على حاله ديال تنظن بانه هاد الحاله راه كتعني بزاف الناس اللي في نفس الوضعيه، انها جالسه ما كتحركش بزاف، يعني ما كاينش ما كنحرقوش تماما، لان المساله راه مساله شنو دخل وشنو خرج. يعني الداخل
اللي في الاكل اكثر من الخارج اللي هو حركه وتمارين رياضيه بالرياضه والحركه بالحركه نعم وحتى السيده كتكلم على انه يمكن كتسالي حتى للسبعه غالبا غيكون فيها جوع بزاف لان من جوج للسبعه راه بزاف خمسة ساعات وكتغدى مع 12 ونص انا لقيت هادشي كتغدى مع 12 ونص وما كتسالي الخدمه حتى للسبعه يعني ملي غادي تدخل البيت ديالها راه غتكون فيها شي جوع اللي هو كثير وغادي تاكل ماكله اللي مفروض خصها تكون مفرقه على الساعات خلال اليوم هي غادي تجمعها كامله وغتاكلها ورا ما غتدخل مع السبعه هنا هذا هو الخطا اللي كيكون الاكل اننا فطرت مع السبعه ونص ممتاز تال 12 ونص شويه الوقت كثير اذا نحاول ندخل واحد الفاكهه اولا القرقاع واحد كميشه ديال القرقاع او ديال اللوز مع ديك العشرة ولا 11 النهار وندخل معهم واحد التمره وحده بركه عليا حيت تعجبوني تيقولوا لي لا راه السنه كنمشيو بالفرد انا على راسي يعني السنه كنمشي بالفرد ولكن علاش نمشي 7 و 9 بركه عليا وحده ياك بارك وثلاثه وحده حتى ثلاثه يعني لا ولكن بالنسبه للتمر فاكهه كنقدروا نعوضوها بتمره حتى ثلاثه التمرات على حساب الحجم ديال التمره باش ملي غادي يجي الغداء ما غنلقاش راسي والو صافي الباتري خاويه وعاوتاني نبالغ في الاكل ديال الغداء لان الا فيا الجوع معلوم غادي نبالغ في الاكل وغادي ناكل بسرعه لان الطاقه ديالي منخفضه بزاف خصني نطلعها كنحاول نزرب بلا شعور هادشي اللي تنقول لكم راه شي سلوك لا شعوري وكنلقى راسي كليت بلا ما نبغي كليت واحد الكميه اللي هي كثيره جدا هذا في العشيه عاوتاني نفس الشيء كنبقى حتى لسبعه د الاشياء معلوم بانه من بعد غادي نبالغ في الاكل اللي من بعد غادي نشكرك حسنا من الدار البيضاء وخليك معنا في الانصات لانه مازال دكتوره سناء تعطيكم نصائح غادي نمشيو الان للاسفي معنا ليلى صباحك سعيد ليلى مازال معنا كذلك فاطمه من فاس وكريمه من مراكش مرحبا بك ليلى الو اهلا مرحبا بك قلت لك ليلى معي اخت سناء هي هذه اللي معك اش اخبارك لاباس الحمد لله واخيرا شد لي معاك الخط ايوا هي خصنا نديرو شي تزغريطه ياك ليلى بارك الله فيك حبيبه بارك الله مرحبا حنا في الخدمه شنو سؤالك قول لي حبيبه بغيت نسول الدكتوره كما كان بغيت نسول شحال مره الدكتور عماد معاك ومني تحت لي الفرصه بانه شد لي الخط نعم. بغيت نسول الدكتوره على المشكل اللي عندي ديال المعده انا معدتي كنفيق الصباح ما كانش قد نفطر نهائيا على 10 ولا 11 عاد كناكل وبعد المرات الا كليت كناكل بشراهه في الغداء مزيان كيشدني واحد الكريز ديال الردان كنوض الرد ماشي انا اللي باغا الرد معدتي اللي كتبغي تفرغ داكشي ما كيبقاش يتحبس ليا لا الردان لا اسهال كنوصل لارجونس كناخذ الدواء باش كيحبس ليا الردان التجأت بزاف الاطباء اختصاص وليت كنعاني من فقر الدم وليت البنيه ديالي ضعيفه بزاف المجهود قليل شي ناس كيقولوا يا رابو مزوي نعم التجهت الاعشاب درت فيبروسكوبي ديال المعده قال لي الدكتور بان البكتيريا طالعه خديت لونتي بيوتيك راه ما ديتك ما كاين والو دونك ناكل غير كسكسو الا كليت فيه وكثرت فيه يجيني داك الكريز خديت لونتي بيوتيك ديال بيليسينين يجيني داك الكريز يعني ما بقاش معتي ما بقاش تحس لي الردان يعني تنصل ليرجونس خاصني نضرب واحد البره راه الدكتوره عارفاها نضرب ديك البره باش تحبس لي داك الكريز نعم عانيت بزاف عانيت ما خليت حتى ما طرقتوش نعم واخا هي دكتوره سناء ليلى تهضر معك معمر ما قالوا لك بانه عندك لو غوفلو يعني فم المائده محلول شويه ماشي بزاف انا جيت بوطي كيزدح واحد العرق واحد الدرجه ما كتقولش هذا عنده هذا ما عندوش علاقه بهذا الشيء اللي كتكلمي عليه هذا مشكل اخر اما بالنسبه للمشكل اللي كتكلمي عليه غالبا كاين المشكل ديال لو غوفلو غاسترو اوزوفاجي يعني فم المعده محلول داك الماكله اللي كدوز بسهوله كتقدر تعاود ترجع هذه نقطه ثانيا الجواب ديال السؤال ديالك راه كاين في الكلام ديالك انك تتقولي كناكل بزاف ملي كناكل بزاف
كنرجع. هذه طبيعي عند اي واحد، ولا سيما شي واحد اللي عنده فم المائده محلول، يعني العمليه كتكون اسهل بالنسبه اللي عنده فم المائده محلول. حاجه اخرى، اولا بالنسبه لك اول حاجه خصك ديري هي انه الوجبات ديالك يكونوا تقال، خاصه اخر وجبه ديال الليل ما تكونش جاريه، لان ملي كيتكل الانسان عاوتاني كتطلع ديك الحموضه وكتقدري ترجعي. اذا نحاول نختر الماكله ديالي، الا كانت صوبه نديرها خاطره، الا كانت من الاحسن نمشي الحاجه اللي غادي نضغها ماشي الحاجه اللي سائله. هذه وحده. ثانيا ما نكثرش وما ناخذش حاجه اللي فيها لدام، لان المعده ديالك مع هاد ليليكوباكتير بيلوري، هاد البكتيريا اللي متواجده فيها كطيبها، ما غاديش تقدري تستحملي الماكله اللي هي مدومه، غادي ترجعيها بطبيعه الحال لان عندك هاد البكتيريا. الحاجه اللي هي حامضه غادي ترجعيها بحكم هاد البكتيريا. تحاولي تفادي الحموضه، تفادي الليدام، وتفادي الكميات المبالغ فيها، وتفادي السوائل. الا تبعتي هادشي غادي تحلي المشكل ديالك اللي هو اللي ادى بك الى الانيميا، ولهاد اللي قلتي لي كتحسب راسك ضعيفه وما عندكش الجهد، حاجه طبيعيه لانه ما كتستافدي حتى حاجه كتاكليها. دكتوره نحيت اللحم ما بقاش ناكله؟ لا، شكون قال لك اللحم ما تبقايش تاكلي؟ كان اللحم الحمر كناخذوه مره حتى جوج مرات في الاسبوع، كنحاولوا ندخلوا السمك، انت تبارك الله في اسفي راكم برئين بالحوت، كنحاول ناخذ الدواجن. علاش ما تاخذيش اللحوم؟ بارك الله فيك، شكرا. ما يكون عندك باس ليلى، ما يكون عندك باس، تهلا كثير في راسك. الان من اسفي غادي ناخذ فاطمه معنا من فاس. اهلا فاطمه. السلام عليكم اختي. عليكم السلام ورحمه الله. فاطمه اش اخبارك؟ لاباس الحمد لله. شكرا دكتوره، انا بغيت نطرح لك واحد السؤال. انا ولدي مرحبا، وكيفضل الماكله ديال البيض بزاف. هذا ولدك قلتي عنده 16 عام؟ عنده 15 عام. وكيفضل الماكله ديال البيض بزاف. اييه، والاخص اذا كان مقلي كيبغي في الصباح يفطر به، ومنين يخرج من المدرسه وخا تكون شي ماكله ولا ياكل ويضرب دوره ويقول لك خصني البيض. شحال البيض كياكل في الاسبوع؟ عطينا فكره. في الصباح القليل وكيقول قليل جوج بيضات، ثلاثه منين يخرج من المدرسه كيقول قليل جوج ثلاثه اربعه هكا في النهار. في النهار يعني كياكل دابا بلاتي خصنا باش نزكيو الهضره فاطمه، ولدك تياكل سته البيضات في النهار؟ على طول الاسبوع؟ العشيه. على الاسبوع كامل كل نهار؟ كل نهار. الا تعبتو هكذاك راه خصو يوم كل نهار ياكلوه. ولا ما بغيتش نقليل ولا كيقول لك صافي راه مابقاش فيا الجوع ما ناكلش. بلاش رغم انه ماشي غليظ وضعيف. لا راه ما بقاتش في الغلط هنايا، ما بقاتش في الغلط. دكتوره سناء العناني، الشهاده ديال فاطمه هنايا بعد الولد اللي كيساوم هذه المساومه العاطفيه ديال المو ولا الباه، انا ما ناكلش يعني اضرب عن الطعام. اليوم كيفاش تساعديها؟ شنو نصيحتك باش تخرج من هذه الوضعيه مع ولدها؟ غديري انت اضراب على شراء البيض واحد، حيت هذا راه ولا بحال الادمان. كاين البيض ناكل، ما كاينش البيض ما ناكلش. شنو الخطوره ديال البيض على الصحه ديال ولدها عنده 15 سنه؟ كيتهلك الكوليسترول، لان داك الصفر ديال البيض مازال الا كان كياخذ غير البيض راه بروتينات، غير البروتينات بوحدها ما فيهاش الخطوره بحال ياخذ البيضه كامله. هاد سته البيضات اللي كياخذ في اليوم راه خصها تفرق على اكثر تقدير على الاسبوع بكامله. ما يمكنش هو داكشي اللي غياكلو في سيمانه ياكلو في نهار. الكبده راه كيعطيها مسكين كيمحنها، ما يمكن ليش يبقى مستمر في هذا الاكل، وعاد كياكلو مقلي، يعني يزيد عليه حتى الزيوتات اللي كيسخنوا كترتفع درجه الحراره ديالهم، ربما تيقدروا كاع يتحرقوا، عاد حنا غنطيبوا فيهم هذا البيض. اذا خطوره كاينه مشكله بزاف الحوايج. انا نظري غديري واحد اسبوع ولا جوج اسابيع بلا بيض عليك، اي حاجه محتاجه البيض نديرو منها حنا بناقص، حتى الولد شويه ينسى هاد ولا مشكله في الزنقه. الولد راه عنده 15 عام ما غاديش ياكل سته في النهار سنة. حتى الا كلاه في الزنقه ما غاديش يقدر يوصل لهاد القدر. حنا تنقول لك هذا، انا بالنسبه ليا كنقدر نشبهه بادمان، بحال لا ولا عنده شي حاجه اللي
ضروريه ولا بد خصها تكون، ولا ما كانش غيحس براسو ماشي هو هذاك. هنا الامر كيصعب. إذن خصك نتيا تقوي الشخصيه والنفسيه ديالك باش هادشي تعاوني ولدك يخرج منه. غادي يعجبو الحال، غادي يمكن يحاول يتمرد، ولكن خصك الحوار تفسري ليه علاش، تديه عند طبيب، يمكن الهضره ديال الطبيب غادي تفيد فيه اكثر من الهضره ديالك انت كأم. تطرحي هذا المشكل على الاستاذه ديالو، الا بانت لك شي استاذه متقربه منه ولا استاذ قريب منه عزيز عليه، يمكن بواسطه ديالو يفسر ليه هذا الامر حسن منك ويتقبلوا منه حسن ما يتقبلوا منك. تهلاي في راسك وفي وليدك فاطمه. تحيه كبيره لكم فاس اللي كتابعوا بها برامجنا على الموجه 103.9. كلمه اخيره دكتوره سناء العيناني، اشنو نصيحه لعلاج هذا الاضطراب السلوك الغذائي؟ احنا اليوم تكلمنا على البوليميا وفهمنا واش البوليميا عندها علاج، وبالنسبه خاصه للسيدات كيف سمعنا اللي ما عندهمش بوليميا ولكن عندهم هذا انعدام النظام في طريقة الأكل. بالنسبة للسيدات اللي ما عندهم انعدام النظام في طريقة الأكل، خصهم غير شوية ديال العزيمة والوعي بالأمر، وتنظن بأن المسألة غتكون سهلة. بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال البوليميا، هنا كيكون الأمر معقد أكثر. تيكون الناس اللي ما واعيينش بالخطورة ديال شنو وقع لهم، الناس اللي دايرين بهم محيط ديالهم هما اللي يمدوا لهم يد المساعدة ويديوهم عند طبيب نفسي باش يحاول يخرجهم من هذه الأزمة قبل ما يترتب عليها خطورة ديال المضاعفات اللي تقدر تجي وراء هذا الشيء.